كيفكم؟ أنا أيمن خيري وفكرة اليوم من كتاب هرطقات لجورج طرابيشي. بحكي جورج طرابيشي إنه الإنسان تعرض، إحنا البشر تعرضنا لعدة جروح نرجسية عملت على إذلال كبريائنا وعزة نفسنا. الجرح الأول هو الجرح الكوسمولوجي على يد كوبرنيكوس، اللي لما بيّن إنه الكرة الأرضية مش مركز النظام الشمسي وإنه كوكبنا بيدور حول الشمس مثله مثل غيره. الجرح الثاني هو الجرح البيولوجي على يد داروين، اللي بيّن أنه الإنسان مش مخلوق فريد ومميز عن غيره من الكائنات الحية، وإنما هو جزء من شجرة الكائنات الحية الأخرى. أما الجرح الثالث فهو الجرح السيكولوجي على يد فرويد، اللي بيّن أنه قراراتنا وأفكارنا اللي بنفتخر فيها نابعة بشكل رئيسي من اللاوعي أكثر ما أنها نابعة من الوعي. هاي الثلاث جروح النرجسية بنظر طرابيشي سحبت بساط المركزية من تحت أقدام الإنسان وجرحت كبرياءه. شو رأيكم؟ تتفقوا أم لا مع جورج طرابيشي؟ حاب أعرف رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تشتركوا بالقناة مشان تعرفوا الأفكار اليومية رح تستمر من هون لنهاية رمضان. سلام.